السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلابي الأعزاء، مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج، أستاذ بيريدونتولوجي أند أورال ميديسين، طب الفم وأمراض وجراحة اللثة. اليوم مع المحاضرة 49، طبعا بعد ما كنا خلصنا تقريبا المواضيع الأساسية في البريو، آخرها كان المينتنانس. بنتكلم اليوم كمان على كيف نعمل ريسك اسيسمنت بين ذا ديسيز، لانه في ناس عندهم ريسك اعلى من غيرهم. ما هي العوامل هذه اللي موجوده؟ لو كانت موجوده بتعمل ريسك، تخلي المريض ذات ريسك اعلى، واذا مش موجوده تكون الريسك اقل. زي ما احنا شايفين هنا في الصوره هذه، في ناس عندهم هاي بو ريسك اكثر، اكستنسيف انفورميشن، اكستنسيف بون لوس، وفي ناس يكون عندهم هذه الاشياء اقل. وفي هذه عوامل زي ما قلنا، عوامل متعلقه بالاسنان، عوامل متعلقه بالشخص، وعوامل متعلقه بالبكتيريا. هذه كلها بنتكلم عليها ان شاء الله الان في المحاضره هذه. طيب، اذا البرودونتال ديزيزز عباره عن انفلاميتري كونديشنز انيشيتد باي ميكروبيال بلاك. احنا متفقين على الكلام هذا، ومن اول محاضره احنا نقول نفس الكلام، ومعاه محاضرتين كاملتين على هذا الكلام، على الايتولوجي. واتفقنا انه الميكروبيال بلاج هو العامل الاساسي المؤثر اللي هو يسبب، لكن في عوامل ثانيه، مجموعه من العوامل لما تكون موجوده تزود قوه المرض، تزود قابليه انه المرض هذا انه يحصل وانه يتطور بشكل اكبر. طيب، نتعرف اول شيء على معنى، ايش معنى كلمه ريسك، او تعريف مصطلح ريسك. الريسك هو probability that the individual or a site will develop، يعني إمكانية إنه الشخص أو المكان معين يصاب بحالة معينة أو مرض معين، احتماليتها أكبر، في احتمالية أعلى، هذه الريسك. طيب، الريسك فاكتور هو ال characteristics of individuals، الخواص معينة أو مواصفات معينة للأشخاص تضعهم وتخليهم في قابلية أكبر إنه يحصل على الديزيز. أتذكر وأنا أعتقد كان في حاجة يسموها، قرأتها زمان، كان اسمها ميتابوليك سيندروم. الميتابوليك سيندروم هذه هي عبارة عن ايش؟ متى انه الشخص يكون اكثر قابلية للإصابة بالذبحات والجلطات الدماغية والأشياء هذه كلها. طيب، قال لك الشخص هذا كل ما توفرت فيه المواصفات الفلانية بيكون أكثر قابلية. مثلا قال لك كل ما كان محيط خصره، مش عارف كم حسبوها، بس بما معناه انه انسان يكون سمين فات وعنده كرش كبيره. اذا هذه بتذكر كم قالوا انش، يمكن اعتقد كانوا يقولوا فوق ال 40 انش او حاجه زي كده. المهم انا ناسي الرقم، بس هذا المعنى الاول. الشيء الثاني انه يكون سموكر، هذا العامل الثاني انه يخلي فيه ريسك. الشيء الثالث انه يكون فوق ال 40 سنه، العامل الثالث. الشيء الرابع انه يكون عنده الكوليسترول والدهون عاليه. والشيء الخامس انه يكون عنده ديابيتس. يعني الشخص هذا اللي يكون عنده الخمس العوامل هذه، يكون نسبة الإصابة بالجلطات الدماغ، بالسي في اي وبالانجاينا والكروني هارت ديسيز أعلى، توصل النسبة إلى تقريبا، أتذكر الرقم مش ذاكر بالدقة، بس كان تقريبا 80 إلى 90%. تخيلوا، بينما الشخص اللي هو ما عندوش الأشياء هذه، إنسان ما يدخنش، ما عنده السكري، الدهون كويسه، مش بدين، وكمان تحت عمره تحت 40، تنخفض النسبه تقريبا الى 10 الى 15%. اذا هذا هو الريسك اللي نقصده، هذا هو الريسك، انه الشخص عنده عوامل تخليه اكثر قابليه لحدوث مشكله او مرض معين. لما نيجي نعمل ريسك اسسمنت اوف بريدونتال ديزيزز، ايش العوامل او ما هي العوامل المؤثره اللي تخلي الشخص هذا عنده ريسك اعلى؟ في عوامل عندنا سيستميك، او نسميها سبجكتيف فاكتورز، وهذه في معانا اشياء نسميها الريسك فاكتورز، وفي اشياء بنسميها الريسك ديترمينانتس، وهذه بنتكلم عليهم الاثنين. وفي معانا اللوكال فاكتورز، وهي التوث ريليتد، الحاجات اللي لها علاقه بالاسنان، اللي هي البلاك والكالكوس اللي تجمع عليهم، اناتوميك فاكتورز، والتوث بوزيشن، واياتروجينيك فاكتورز. وبعدين في معانا ميكروبيال فاكتورز، في معانا قسموها الميكروبولوجيست الى اقسام اكثر من لون، بس اشهرها هي الريد كومبلكس، مجموعه تدخل داخل المنطقه الحمراء والمنطقه البرتقاليه والمنطقه الصفراء والمنطقه الخضراء. طبعا في منطقه زرقاء وفي منطقه بنفسجيه، لكن هذه الاكثر اهميه هم هذه الاربع مناطق. طيب، اذا السبجكتيف او السيستميك ريسك فاكتورز، هذه اللي هي طبعا انه تطور او نشوء البريدونتال ديزيز يعتمد على اكثر من عامل، عوامل انهيرتد، عوامل بيهيفيرال، عوامل انفيرمنتال،
هذه تخلي الشخص اكثر قابليه. في معانا الريسك فاكتورز، وهذه اللي هي كان بي ديفايد، ممكن تتغيرها وبتكلم عليها اي شيء ايش هي بالضبط. يعني هي حاجه موجوده بس انت قادر تغيرها، لكن الريسك ديترمينانس هذا شيء مختلف، هذا شيء موجود فيك غصبا عنك وصعب ومتغيرش خالص الا في حاجه واحده بتكلم عليها ممكن تتغير بطريقه اخرى، لكن بتكلم عليهم الان كلهم. ايش الريسك فاكتورز؟ الاشياء اللي قد ممكن تغيرها زي ما سموكينج، انت ممكن تبطل تدخين، الديابيتس، ما تقدرش تشيل الديابيتس بس تقدر تعمله كنترول، الستريس تتحكم فيه، الميديكيشنز يمكن توقف مع الوقت او تغيرها، السيستميك ديسيز تقدر تعمل لها كنترول، النيوتريشن تحسن النيوتريشن، والاوستيوبروسس تعالجه. اذا هذه كلها ريسك فاكتورز، لانه زي ما قلنا قادرين نغيرها، قادرين نتحكم فيها، لكن ديترمينز زي مين؟ جينيتكس، ما انت مش قادر تتحكم في العامل الوراثي تبعك، انت عندك قابليه وراثيه مش قادر تغيرها. الايج برضو العمر، انت كل ما كبرت كل ما كانت اكثر ريسك، مش قادر ترجع عقله الزمن للوراء. الجندر اللي هو السكس ميل فيميلز، في الفيميلز حاجات معينه موجوده اكثر من الميلز والعكس، وانت طبعا مش قادر تغير جنسك الا لو بعدين عملت العمليات هذه اللي معروفه. طيب السوشيو ايكونوميك ستيتس خليتها الاخير ليش؟ لان في الغالب هي تكون صعبه التغيير، لكن مش معناها انها متغيرش. ففي ناس الاغلبيه يصنفوها ديترمينانتس، رغم انها ممكن كمان بعضهم يصنفوها فاكتورز، يقول لك برضه انا قادر اغيرها هذه، لكن احيانا هي مش تغييرها بنفس بساطه انك توقف التدخين او تحسن تغذيتك وغيرها. طيب السموكينج زي ما احنا شايفين، عاملين السيجاره وفوقها يعني شكل جمجمه، هذه تعتبر الميجر شخصيا لي بعد نسبة لي خبرتي من في العمل سنوات طويلة والأشياء هذه والتدريس والأشياء هذه، أعتبرها والحالات اللي اشتغلتها أعتبرها الثريست أو الميجر ريسك فاكتور، هذه رقم واحد عندي. بعد يجي بعدها الكوبريشن، ويجي بعدها بقى طبعا الديابيتس والحاجات هذه، لكن هذه الشيء الأول لازم نحدد المريض هذا هل هو مدخن سابق أو مدخن حالي، كم يستهلك سجاير، كم يدخن له سنوات، هذه كلها تلعب دور في الموضوع. أوكي، ايش اللي يعمله التوباكو؟ ايش التاثيرات اللي اثرها التوباكو؟ اول شيء انه طبعا بيعمل امبيردمنت للاميون سيستم، النيوتروفيلز الليمفوسايتس انتيباديز اللي موجوده عندي بدي اعمل لها امبيردمنت، ما تتحركوش ما يشتغلوش، فيكون ما فيش عندي مناعه، برضه يقلل البلد سبلاي في اللثه، وانتم عارفين ان البلد سبلاي هو ماء الحياه، هو اللي يجيب لك كل شيء، هو اللي يجيب الاكسجين سبلاي، هو اللي يمنع النكروز، هو اللي يجيب النيوترينتس، هو اللي يجيب البلد سيلز. اذا انت لما تمنع هذه الاشياء فتخلي الهيلينج برضه يقل الى اقل مستوى ممكن. طيب انا كلينيكلي ايش بشوف كمدخن؟ بشوف طبعا اول شيء انه طبعا من الحاجات المهمه جدا في المدخن انه المدخن زي ما قلنا البلد فلو عنده اقل، فتلاقي اللثه حقه مش انفليمد وحمراء وفيها دم كثير، وتلاقي ناس كثير من المدخنين يجي يقول لك يا دكتور الله يسامحك، ليش الله المستعان؟ لانك يا دكتور ما كنت بطلت تدخين كان ما فيش دم، الان طلع دم كثير، هل هو صادق ولا كاذب؟ لا هو صادق فعلا. طيب ليش اللي حصل؟ قلنا انه التدخين يقلل البلاد في بلو ويعمل الفلو ويعمل فيبروسز، الفيبروسز هذه زي ايش؟ المتارس، لما تكون انت في مرحله حرب مستمره بتعمل متارس من جهتك ضد العدو عشان يحميك من اللي قدامك، اللثه بنفس الكلام تقوم تعمل فيبروسز من باب الباب الحمايه او الوقايه، لما التدخين يوقف على طول بعد فتره اسبوعين ثلاثه اربعه يبدا الفيبروسز هذا ينسحب، تبدا الاوستيوبلاست تاخذ الفايبرز الموجوده هذه، مش احنا مش محتاجينها خلاص، الحرب انتهت يا عم، خلاص يا عم الحرب انتهت وما فيش داعي نخلي المدارس حقنا مكانها، تقوم تسحب الفايبروس هذا، يبدا البلاس سبلاي، تبدا تمد الدوله الشوارع من جديد، تبدا تعمر، تبدا تعيش الحياه، تبدا الحياه تنتعش، تبدا السكان يرجعوا اماكنهم لانه انتهت الحرب. وهنا الحرب حقنا كان السموكينج، كان التدخين بتاثيراته كلها السلبيه الحراريه والكيماويه وكلها. اذا هنا خلاص تبدا تسحب الفيبروسز، يرجع البلاس سبلاي، عشان كذا يرجع الدم. عشان كذا انت من البدايه لازم تكلم المريض تقول له، انا دائما اقول لكم في كل محاضراتي، اقول لكم المريض العربي بشكل عام واليمني بشكل خاص عنده انك لو قلت له على الحاجه قبل ما تحصل فانت ساحر، انت رهيب، انت مبهر، لكن انت لو قلت له على الحاجه بعد ما حصلت لا انت فاشل، انت تبرر لاخطائك. يعني لو جيت تقول له دكتور حتى انت بيحصل لك بعد العمليه بيورم وجهك وبتعمل وبتتالم، اول ما يحس بالورم يا سلام الدكتور هذا شاطر عبقري ما شاء الله عليه، لو ما جاش الورم بيقلق هو عكس عندنا. لكن لو وجهي يقول لك يا دكتور وجهي ورم بعد ما خلعت له قمت وجهي راحه، عادي هذا شيء طبيعي، هذا الان شيء طبيعي، لا 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 يا دكتور الله اعلم ايش فعلت ايش سويت. فهذه هي المشكله. فزي ما قلت لك انت من البدايه تقلل المريض تقول له طبيعي انك اول ما تبطل بعد اسبوعين ثلاثه بتشوف الدم ينزل، لانه لثتك ترجع لها الدم، قول له كذا يرجع لها الدم الان لثه ترجع لها الحياه كانت من قبل ميته،
حتى الجمله هذه هي تنعشهم. فزي ما قلنا بنحصل انه البليدنج اقل، علامه الانفلميشن اقل في المدخن، بس بنحصل انه في بريدونتال بوكنت عالي جدا، وبنحصل برضه انه في دينتال ستينز كبيره جدا. طيب الدايابيتس ميليتس برضه من الاشياء المهمه جدا كريسك فاكتورز، بس لما تكون ايش ان كنترولد، الشخص اللي هو كنترولد يعتبر زيه زي الشخص العادي. طيب معانا النوعين الرئيسيين اللي هو التايب 1 دايابيتس ميليتس اللي هو انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس واللي يصيب العيال الصغار، وفي التايب 2 اللي هو النان انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. طبعا النقاط المهمه لازم نركز عليها، هل انت كنترولد ولا مش كنترولد، كم له عندك من الموقع وكم له ديوريشن، يعني انت الان اول مره موقع، يعني واحد يقول لك له سنه الامور تمام، سنتين الامور تمام، لكن لي 20 سنه يعني الموضوع قد تدهور، ربنا يعلم هل كان كنترولد ولا مش كنترولد، هل قد حصل مشاكل في الكبد، قد صار مشاكل في غيرها في العين. اذا كل ما كانت اطول كل ما كان المخاطر والريسك اعلى. طيب ايش التاثيرات اللي عملها الدايابيتس ميليتس؟ الديابيتس ميليتس اول حاجه يعمل لي مشاكل في البي ام ان اس فانكشن، الخلايا النيتروفيلز ما تكونش في وضعها الطبيعي ولا تكون في فانكشن طبيعيه. طيب وكمان الكولاجين ميتابوليزم ما يكونش في قدره على انه الكولاجين يتكون باستمرار او يحصل له هيلينج باستمرار، فيكون في ضعف عنده، وكمان في مشاكل يكون في ضعف في الدوره الدمويه والمايكروفاسكوليشن والكابيلاريتيز. هذا التاثير تؤدي الى ايش؟ لما يكون عندي مشكله في البي ام ان اس فانكشن، فهذا طبيعي انه بيكون عندي في مناعه اضعف، اذا قابليه للانفكشن اعلى، فعشان كذا تحصل انه مريض الدايابيتس مثل ان كنترول عنده كثير من البريدونتال ابسيسز. لما يكون عندي مشكله في الكولاجين متابوليزم مش قادر اعمل لي هيلين كويس ومش قادر احافظ على الكولاجين تبعي، اذا بيحصل الجينجيفال تيشيو الكولاجين اللي فيه فيحصل فيه ديستراكشن، ويبدا يحصل بوكتنج، ويبدا يحصل ريسيجن. لما يكون عندي مشكله في متانه الاوعيه الدمويه، اذا من الطبيعي انها تتمزق وتتكسر وتعمل لي جينجيفال بليدنج. اذا العلاقه بين الاثنين هي علاقه عكسيه او باي دايركشنال من اتجاهين، كل واحد اثر على الثاني. يعني انت لما تعمل كنترول بريدونتال ديسيز فطبيعي بتعمل من الابحاث تتكلم انه على طول السكر يتحسن مستواه مباشره، يعني مش اوكي مش هو الحاجه الرئيسيه بس يساعد على تحسين السكري. يعني انت ممكن تكون تاخذ علاج وتحاسس انه ما تحسنش، لكن تحسين البريدونتال كونديشن يحسن السكر. الشيء الثاني كمان انه كل ما ساءت حاله السكري كل ما ساءت حاله البريدونتال تيشيو، زي ما قلنا اصحاب الانكوتور ديابيتس عنده بريدونتال بروبلمز كثيره، اذا حاله زي ما قلنا العلاقه بينهم باي دايركشنال. ستريس وما ادراك من الستريس، وهذه واحده من المشاكل الكبيره جدا، هذه تعتبر من النيجاتيف لايف ايفنتس اللي ممكن تحصل. ممكن تحصل مشكله مشاكل نتيجه مشاكل عندك في العمل، مشاكل ضغوط نفسيه، ضغوط مجتمعيه تعمل لك ستريس. ايش تاثير الستريس هذا؟ الستريس يزود هرمون مهم جدا وهو هرمون الكورتيزون. الكورتيزون هذا اللي يفرز من الغده الكظريه اللي موجوده فوق الفقره الكلويه، هذه تعمل تاثير. اول شيء تعتبر اوتو اميون، لما يزداد تركيز الكورتيزون على طول تقل نشاط وتقل فعاليه الاميون سيلز، فيزود بقوه امكانيه الانفكشن. الشيء الثاني انه السبيسيفيك بريدونتال باثوجينز، في بكتيريا معينه باللثه يعني تستخدم الستريس هرمونز اللي قلنا عليها قبل شويه انها تنمو اكثر وتعيش وتظهر حق الفيروس فاكتورز العوامل اللي هي الهجوميه بشكل اقوى. الناس اللي عندهم ستريس وتنجن عاده يكون عندهم هابت سيئه، هابت مؤثره على البريدونشيا، وزي مثلا البراكسيزم زي البنسل بايتنج، هذه الاشياء كلها، فهذه كلها تاثر على البريودونشيوم. طيب الميديكيشنز، هل في ميديكيشنز تعتبر كريسك فاكتورز؟ طبعا في معانا مثلا الثلاث ادويه الشهيره وتكلمنا عليها بالتفصيل في محاضره الجينجيفال اوفر جروث اللي هي المحاضره في محاضره الجزء الاول، وهي الثلاث الاشياء اللي هي الانتي كونفولسنت واشهرها الفينوتوين او ديلانتين الصوديوم، والاميونو سبريسنس الادويه اللي تعمل تنقيص للمناعه لما نعمل ترانسبلانت زي السيتوكسكلسبورين، والانتي هايبرسنتيزا بالذات مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز زي النيفيديبين والابلوديبين، هذه كلها تعمل لي اوفر جروث فتعمل لي ريسك اعلى كثير للاوفر جروث ومشاكل اللثه. وفي معانا ادويه تعمل لي جينيفال انفلميشن اند سكوميشن زي ادويه المانع الحمل الكونترسبتيفز والبيس فوسفونيتس اللي تستخدم في علاج الاوستيوبوروسيس. طيب اذا تاثير الميديكيشنز اللي هي ليش هذه الادويه اللي تكلمنا عليها، هذه اللي هي الثلاثه حق الاوفر جروث،
تعمل لي تضخم اللثه، لانه تنقطق في انه يزداد الديبوزيشن اوف كونكتيف تيشيو، يحصل تصنيع اكثر كونكتيف تيشيو، فيحصل اللي في الجنجيفا في الابيثيليوم، فيحصل زياده للكونكتيف تيشيو، زياده كمان للابيثيليوم اللي عليه. اوكي طيب، وهذه كمان لما تتضخم فتكون معانا عامله زي اللجات، عامله زي المطبات اللي تمنع تنظيف وتمنع انه يكون في اورال هيجين كويس، وبعدين على طول بيحصل لي انفلاميشن فوق الاوفر جروث، يزود الامور ويخليها أسوأ. طيب المانجمنت، طبعا في هذه الحاله ان احنا يا اما العلاج هذا نغيره، مثلا مش احنا طبعا نحول الاخصائي نعمل كونسلتيشن انه يغير العلاج هذا نفسه، او كم أوي او او اذا كان مش قادر يغيره فينقص القرعه، اذا مش قادر ينقص القرعه فللاسف بنخليه، وبنكون احنا عاملين متابعه مستمره، نعمل ميكانيكال كليننج وبلاك كنترول عالي جدا عشان ما تزدش الاثار، وبعدين كمان بنعمل سيرجيكال ريموفال للثه الزائده اذا احتاجنا هذا الشيء. السيستميك كونديشنز او السيستميك ديزيزز، برضه هذه طبعا مشكله السيستميك ديزيز انها تغير الريسبونس اوف ذا جينجيفال لوكال فاكتورز، وهذه تكلمنا عليها بشكل مكرر متكرر، وبالذات في محاضرات، في محاضره الايتيولوجي اوف بريدونتال ديزيز السيستميك فاكتورز، هذه بالذات المحاضره هذه بالذات تكلمنا فيها، وقلنا انه دور السيستميك ديزيز قال انه يغير الريسبونس اوف ذا جينجيفال لوكال فاكتورز، وضربنا مثال انه اثنين اصحاب واحد منهم دائما يتمازحوا مع بعض، فهذيك المره جاي علي واحمد ونرجع لنفس الاسماء، علي ضرب احمد في كتفه ويمزح معاه، فهذاك انفجر فيه، استغرب علي ليش احمد زعلان لانه كان محتقن ما عندوش فلوس، زعلان مش قادر يعيش، فلانه كان محتقن جدا كان الرياكشن حقه عالي مختلف جدا. هذا نفس الكلام قلنا ان السيستميك كونديشنز تخلي اللثه حقها الرياكشن مختلف جدا، وتكون بدل مثل الكرس الصغير، الكلكروس الصغير اللي ما ياثرش في حاله السيستميك كونديشن ياثر ويعمل لي مشكله كبيره. طيب ايش الكونديشنز اللي مثلا ممكن نتكلم عليها؟ حاله الاتش اي في او الايدز، ايش تاثيرها على البلوندال ديسيز؟ انها نتيجه انه عندنا مشكله في الايمون سيلز، في مشكله عندنا في التي سيلز بالذات، فهذا يكون في عندي ريسك عالي جدا للانفكشن والنكروسيز والالسريشنز. لما يكون عندي بلاد ديسيز زي النيتروبينيا والاجرانيوسايتوسيز والليوكيميا، طبعا عندي في مشكله في الدبليو بي سي، اما كعدد او ككواليتي او ككوانتيتي، وبرضه يكون في عندي ريسك عاليه جدا للبرونتايتس. والليوكيميا كمان عندي مشكله في الدبليو ار بي سي، وعندي مشكله في البليتليتس، وعندي مشكله في كل شيء، كل فاكتورز، عشان كده تكون في مشاكل كثيره. الاندوكراينال ديس اوردرز زي البرنانسي والبيوبرتي والمنستريشن، هذه برضه في عندها تغيرات هرمونيه، عدم التزام في الهرمونات، وهذه تخلي القابليه عاليه جدا، زي ما قلنا اللثه تكون محتقنه، عندها مشكله في الكابلاريز، عندها مشكله في الابيثيليوم، فبيكون في قابليه عاليه جدا للايش؟ للانفلاميشن والانفكشن. طيب النيوتريشنال انفلونسز برضه من الحاجات المهمه جدا كسيستميك، بالذات النيوتريشن، وهذه تكلمنا عليها برضه كمان في محاضره السيستميك فاكتورز اوف ايتيولوجي، ايتيولوجي اوف بريدونتال ديزيزز، وقلنا انه التغذيه السيئه ممكن تكون نتيجه طبيعه الغذاء نفسه، او تاثير الغذاء التغذيه نفسها على الميكرو اورجانيزمز، في تغذيه او نوعيه غذاء مفضله للميكرو اورجانيزمز والفيتامين ديفيشنسيز، نعيدها الان. تكلمنا على الفيزيكال كاركتر اوف ذا دايت، وقلنا انه الدايت معانا نوعين، معانا السوفت دايت ومعانا الهارد دايت، زي ما احنا عندنا في اليمن نقول دائما اقارن طلابي بين البيتزا والايش والكدم، الكدم عندنا احنا خبز شعبي ناشف كان يعطى للجنود طبعا، فهذا الكدم طبعا اقول لهم اي من بيفيد اكثر الكدم ولا البيتزا؟ فالشباب دائما يردوا يقولوا الكدم والبنات يقولوا البيتزا. فعموما السوفت دايت هو قيمته الغذائيه عاليه، فيه اشياء كثيره، فيه دهون، فيه سكريات، فيه نشويات، فيه اشياء كثيره، لكن مشكلته انه يجمع لك بلاك كالكوس اكثر، ولو كان ستيكي يكون صعب التنظيف اكثر. اما السوفت دايت الهارد دايت رغم انه ما يكونش غالبا في قيم غذائيه عاليه، لكن كبلاك وكالكولوس يكون اقل بكثير، ويكون قابليته للتنظيف افضل بكثير. طيب تاثير التغذيه على الميكرو اورجانيزمز، كلما كانت نسبه الغذاء فيها كربوهيدرات اكثر كنوعيه وككميه، وكلما كانت نسبه الاخذ اكثر، كلما كانت تعطى بين الوجبات اكثر، كلما كان تاثيره اكثر على البريدونشيوم، تاثير السلبي طبعا السيء، فيكون البلاك بشكل كبير جدا، وبعدين الكالكولس.
طيب الديفيشنسي، الدايتري ديفيشنسي، احنا معانا اكثر من مكونات، معانا الفيتامينات واشهرها الاي والبي والسي والدي والاي، ومعانا البروتين ديفيشنسي، وكل واحد مسؤول نقصه يعمل لي مشاكل معينه في اللثه. ونتذكرها نعود للمحاضره، ربطنا كل حاجه بشيء بنعيدهم الان. قلنا انه الفيتامين اي ديفيشنسي لما ينقص كل النقص في الفيتامين اي كله زياده بعدين. كيف كله زياده؟ ركزوا معي الان. نقص الفيتامين سي يعمل لي هايبر كراتوسيز، يعني زياده الكراتوسيز زي الوايت ليجنز، تضخم اللثه، هايبر بليجيا اللثه، اذا حصل اللثه تتضخم يحصل فيها هايبر كراتوسيز، وكمان نتيجه التضخم في اللثه هذول هايبر كراتوسيز يحصل زياده في البيردونتال بوكت فورميشن. شايفين كل الاي هايبر زياده. طب والبي؟ نقص البي كل التهابات. ركزوا على ايش انا عامل الان، اشارت على مين؟ ايتس 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 انفلاميشن، يعني كل شيء في الفم يلتهب. جينجيفايتس التهاب لثه، جلوسايتس التهاب اللسان، جلوسيدينيا طبعا الم اللسان نتيجه ايش؟ التهاب اللسان، انجورتشيلايتس اللي هو التهاب زاويه الفم، وكمان التهاب الفم كامل. اذا الاي كله زياده والبي كله التهابات. طيب والسي؟ السي 3 سي. ركزوا الان ايش اللي يحصل، ايش ادوار فيتامين سي؟ هي 3 سي منه اللي هم ايش؟ الفيتامين سي مسؤول على الكولاجين سينثيسيس، السي الاولى مسؤول على الكابيلر انتجريتي انه يحافظ على متانه الاوعيه الدمويه، السي الثانيه مسؤول على السيل ريسبيريشنز اللي هي تنفس الخلايا، وهذه هي السي الثالثه. اذا هذه الاشياء لما تحصل ما يكونش في عندك قدره على الكولاجين سينثيسيس، اذا يبدا يحصل لي كولاجين ديجريديشن، تبدا اللثه تتاكل. كابيلر انتجريتي برضه نفس الكلام، ما فيش متانه الاوعيه الدمويه، تبدا تتهشم ويحصل لي نزيف. والسيل ريسبيريشن انه ما يوصلش اكسجين كافي للخلايا فيبدا يحصل لي نكروسيس. لو ركزنا انه هذه كل هالاشياء تاثر لي على الهيلينج، لما يكونش عندي كولاجين كويس وما عنديش كابلاريز توصل لي الغذاء والدم كويس، وما فيش اكسجين يوصل، اذا ما فيش هيلينج كويس، اذا يحصل لي انفلاميشن وبليدنج وما يحصلليش هيلينج كويس. وزي ما قلنا ولو ركزنا كثير انه تاثيرات الفيتامين سي ديفيشنسي، وهذا المرض الشهير طبعا اللي هو سكارفي اللي هو مرض الاسقربوط اللي كانوا يصابوا دائما فيها البحار زمان كثير في البحار، لانه يدخل البحر ويجلس فتره طويله ما ياكلش اي فيتامين سي فيصاب بالاسقربوط، وكان يصاب بالقحطات شقاقات في الجلد ومشاكل في اللثه بشكل كبير. هذا المرض زي ما قلنا تاثيراته لو ركزنا بيكون شبيه جدا بتاثيرات الدايابيتس ميليتس. الفيتامين دي ديفيشنسي ايش اللي يميزه؟ ركزوا انا فعلتكم الان صوره عظم فك بس ايش مخرق اوستيوبوروسيس. الفيتامين دي هذا منطقه العظم، هذا ياثر لي على كل الهارد كومبوننتس اوف بودونشيا، بياثر لي على البون وعلى السمنتم. اذا لما ينقص الفيتامين سي فبيعمل لي اوستيوبوروسيس الالفير بون، وبيقلل لي الوث برودونتال ليجمنت سبيس لانه يبدا يحصل لي مشاكل في منطقه البرودونشيا، وكمان يعمل لي ديفكتيف كالسيفيكيشن، الكالسيفيكيشن حق السمنتم يكون ما فيش كالسيفيكيشن كويس، ما فيش ريبر كويس، فيبدا يحصل لي سمنتم ريزوربشن. طيب ركزوا الان على حاجه مهمه جدا اللي هو البروتين ديبليشن اللي هو فقد البروتين. لو ركزتم الان انا على قدامي هذا، انا جبت الصوره هذه للاطفال الافارقه اللي داخلين في مجاعه. ليش؟ لانه هذا اللي يحصل للي عنده بروتين ديبليشن. البروتين دبلج، البروتين هو داخل في كل الجسم في تكوين كل الجسم، هو المسؤول عن تكوين العضلات، هو المسؤول عن تكوين خلايا الدم البيضاء والحمراء والخلايا والهرمونات والمش هذه كلها بروتينات. اذا انا طبعا في البدايه لما يبدا الواحد يدخل في مجاعه يبدا يستهلك الدهون الموجوده في الجسم كلها، لما تخلص الدهون يبدا يستهلك العضلات ويبدا يستهلك البروتين ويتحول الى شكل المجاعه هذه. اذا انا لما عندي يحصل بروتين دبلجن فبيحصل لي كل الخلايا اللي هي كانت بروتين تتاثر، ال دبليو بي سي تاثر، الار بي سي تحصل لي ليكوبينيا، الار بي سي تاثر يحصل لي انيميا. لما ما يكونش عندي مثلا برضو اسمها هذه الثرومبوسايتس برضو تاثر فيكون عندي بليدنج. يتكون لي يكون في عدم توازن في السوائل يحصل لي اوديما. خلاص الخلايا كلها مش موجوده شغاله، اذا انت بتحصل لي مشكله في الانفكشنز. الكولاجين نفسه بروتين فكمان برضه ما فيش كولاجين، ما يحصلش في معي وند هولينج. اذا اللي ممكن الاخطر، الحاجه الاخطر من نقص الفيتامين سي هي البروتين ديبليجن، زي ما قلنا لما يكون في ديبريفيشن من البروتين، في حرمان من البروتين زي المجاعات، يحصل ديجنريشن للكونكتيف تيشو للجنجيفا البروتين ليجمن، يبدا يحصل لي اوستيوبوروسيس للافير بون، ما يتكونليش سمنتم كويس، ما يحصلليش وند هولينج كويس، يحصل لي اتروفي للتانج ابيثيليوم. اذا خطر جدا انه يحصل معنا بروتين ديبليجن، ويكون المريض عنده ريسك عالي جدا لموضوع البيريدونتال ديزيز.
العوامل الوراثية مهمة جدا، في ناس عندهم عوامل وراثية. طبعا احنا لما نتكلم في ثلاث امراض رئيسية، الان بقول مرضين يعني الجينجيفايتس اللي كنا نسميه كرونيك برودونتايتس في السابق، والان كنا نسميه اجريسيف، الان بقى البرودونتايتس العادي مع بعض. فالعامل الوراثي اقل ما يمكن تقريبا لا يوجد في الجينجيفايتس، وموجود بس بشكل بسيط في الكرونيك برودونتايتس، وكان موجود او الان موجود برضه في اللي نسميه مور انسايزر باترن، موجود بشكل عالي جدا اللي هو العامل الوراثي. اذا في امراض عندهم عامل وراثي طبعا بسبب الجين بالمورفيزم، تعدد الجين الشكل الجيني. الانترليوكين واحد طبعا من اهم الاشياء اللي تعتبر ريسك فاكتور، لما يكون موجود ويفرز فهو يخلي الانفلاماتوري والاميون ريسبونس للبكتيريا فيروس فاكتورز موجود، يعمل ستيموليشن للريليز اوف هوست بروتيولايتيك انزيمز والاستوكلاستيك اكتيفيتي، يعني لما يفرز نتيجه التهاب او يكون موجود مثلا في الجسم، فيخلي العوامل اللي هي تفرز من الجسم اللي تعمل تحليل للبروتين وتعمل تدمير للعظم تكون موجوده بشكل كبير جدا، تحفزها انها تكون موجوده، وهذه تبدا تعمل لي برودونتال تيشيو بريك داون، تحطم لي برودونتال تيشيو، تحطم لي البون، تحطم لي برودونتال ليجمنتس، وتعمل لي مشاكل اللثه. طيب اذا ايش المين جينيتك فاكتورز او المين جينيتك كونديشنز الرئيسيه، الحاجات الرئيسيه اللي هي تعمل لي البرودونتال ديسيز؟ طبعا في معانا من الاشياء المهمه الداون سيندروم، عارفينها اللي هو البله المنغولي اللي هو ظهر الداون، وهذا طبعا نحصل عنده المشكله انه في يكون عنده الكيموتاكسيس اوف ليكوسايتس، انه حركه الليكوسايتس واقترابها من البكتيريا والبلعمه وابتلاعها الفاجوسايتوسيس تكون اقل بكثير. البابيولي فيفر سيندروم اللي هي معروفه انها في عندها كالسينوسيس اوف ديوراماتر، وفي عندنا هايبركراتوسيس للايدي والارجل، وفي عندنا برودنتايتس قوي. طبعا من اهم الاشياء اللي تحصل فيه انه برضه في ديفكتس في النيتروفيلز ادهيجن، النيتروفيلز تتحرك لكن ما تقدرش تلتصق بالبكتيريا وتاكلها. افراز ماده الكاتبسين عالي جدا، لانه هذا الكاتبسين لعب دور كبير في البور ريزوبشن. شدك هيجاشي سيندروم برضه من بعض السيندرومز اللي برضه عندها مشاكل في الفاجوسايتوس، الفاجوسايتس كيموتاكسيس ما بتعرفش تتحرك. الاهنر دون دانلوس سيندروم هذه برضه فيها مشكله في كولاجين ديفكت، ففيها مشكله في الهيلينج. الهايبوفوسفاتيزيا هذه عندها مشاكل في السيمنتال حق السن. الليزي ليكوسايت سيندروم هذه قدها من اسمها فيها مشكله في حركه الليكوسايتس، ما يقدرش يتحرك، الكيموتاكسيس ضعيف. الليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي هذه برضه من اسمها واضح انه في عندها مشكله في الادهيجن وفي الفاجوسيتوسيس. الاوستيوبوروسيس طبعا من الحالات تكلمنا عليها مع الفيتامين، نقص اللي هو الفيتامين دي، معروف الاوستيوبوروسيس طبعا هو موجود في ناس كثير، بالذات يزداد نسبته بشكل اعلى كثير جدا في النساء اللي هم بعد سن ال 40 ال 45 وال 50 اللي هو سن الياس، فهو طبعا مع نقص افراز الاستروجين يزداد البور ريزوربشن، طبعا غالبا يحصل الباندبر اوستيوبوروسيس، فخلاص تبدا السن البون اللي ماسك السن يضعف، يبدا يحصل لي بون لوس، ويبدا يحصل لي بون توث لوس، وممكن برضه يحصل لي فراكشرز وغيرها. طبعا يعالج بالبيس فوسفونيتس، وهذا طبعا الاوسبيس فوسفونيتس لازم تتعامل بحذر لانه احيانا يعمل لي اوستيو نكروسيس. السوشيو اكونوميك ستيتس طبعا معروف، كل ما كان السوشيو اكونوميك ستيتس اعلى كل ما كان في بيتك بلاك كنترول اعلى، كل ما كان الزيارات في الاسنان اقل، وكل ما كان الانتشار للبريدونتال ديسيز العفو الزيارة طبيب الاسنان اعلى لانه عنده يعني في مستوى ثقافي عالي، كل ما كان انتشار البريدونتال ديسيز اقل. الجندر طبعا انه البريدونتال ديسيز اعلى في الميلز، متعلقة طبعا بحكاية البلاك كنترول، عادة الفيميلز أكثر اهتماما من الميلز، وطبعا زي ما قلنا وأكثر زيارات لطب الأسنان. الإيج العمر برضه طبعا العمر، كل ما كان العمر أكثر كل ما كان كمية التعرض للريسك فاكتورز أكثر، عشان كده تظهر الأمراض اللي هي البريو. بس برضه نعمل حساب العمر في حكاية الأجريسيف ديسيزز اللي هو زي اللي كان يسمى أجريسيف برونتايتس، هذه من الأشياء اللي العمر يكون فيه تحدث مع العمر الصغير. وطبعا نعمل حساب كمان البوستمينيبوزال وومن زي ما قلنا في الفترة هذه يكون في عندهم اوستيوبوروسيس ومشاكل اللثة تكون واضحة بشكل كبير. طيب هذا كله اللي تكلمنا عليه هو ايش اللي هو السيستم، لكن نتكلم الان عن اللوكال ريسك فاكتورز اوف بريدونتال ديسيز والاشياء اللي هي متعلقة بالايش بالاسنان.
طبعا زي ما قلنا السن، في عوامل السن نفسها وتجمع البلاك عليها، تجمع الكالكولاس، هذه تحصل نتيجة أشياء كثيرة، تحصل نتيجة إنه السن نفسه هل هو في كراودينج، شكل السن نفسها، المريض نفسه هل هو شغال ينظف كويس أو ما ينظفش، فهذه كلها الأشياء تأثر على البريدونتال ريسك في بالنسبة للمريض نفسه. طيب إذا الفاكتور في معنا البلاك والكالكولاس تعتبر من طبعا ما عادش ريسك فاكتور، هي طبعا غير انها ايتيولوجيك برضو كمان وجودها بشكل كبير بالذات الكالكولاس يزود انه يحصل بريدونتال ديسيز كان سبرا او سب، والسب طبعا اكثر. المشاكل اللي ممكن تكون اناتوميك موجوده في المشاكل في الاسنان زي الانيمال بيرس تكلمنا عليها، الانيمال بروجكشنز، كل ما كانت الجروفات اكثر انفتاح الفوركيشن اكثر، لان انفتاح الفوركيشن يجمع البكتيريا، وجود الجينجيفال ريسيان، هذه كلها تخلي برضو الريسك اعلى في تطور المرض. التوث بوزيشن زي ما قلنا كل ما كان السن في غير موضعه، عند في مال الاينمنت، في كراودنج، في تيبنج، في ميجريشن، في اوكلوزال فورسز نتيجه البوزيشن هذا يكون ريسك اعلى. المشاكل اللي هي نتيجه اخطاء الطبيب الايتروجينيك ريسك فاكتورز برضه زي الاوفر هانج ريستريشنز، الكراونز اللي فيها اوبن مارجنز، البارشال دينشرز اللي هم بورد ديزاين، اورثونتك ابليانسز، هذه كلها من الاشياء اللي تخلي التنظيف اصعب، تجمع البكتيريا اكثر، تجمع البقايا اكثر، فيكون فيها ريسك اعلى بكثير. طيب اذا الحاجه الاخيره اللي هي بتكلم عليها اللي هي الميكروبيال ريسك فاكتورز، العلماء تبع علماء او مختصين الميكروبيولوجي خط قسموا البكتيريا الى اربع كومبلكسات رئيسيه اللي هي في البريدونتال اريا، يقول لك في معاك المنطقه الحمراء والمنطقه البرتقاليه والمنطقه الصفراء والمنطقه الخضراء، كل ما كانت هو حتى عملوا على شكل هرم، راس الهرم اللي هو المنطقه الحمراء. المناطق الحمراء هذه البكتيريا اللي في المنطقه الحمراء والبرتقاليه هي الاكثر تواجدا مع البريدونتال ديزيزز، والمنطقه الصفراء ثم الخضراء هي الاقل تواجد، تكون موجوده اكثر بريدونتال هيلث. زي ما احنا شايفين اللي هي اكثر تواجد في البريدونتال ديزيز هي البرفورمونال جينجيفاليس بالدرجه الاولى، التنيريلا فورسيتيزيا، والتربونيميا دينتيكولا، هذه برضو اللي موجوده في الريد كومبلكس. الاورنج تشمل فيوز بكتيريا نيوكلييتام، بروبوتيلا انترميديا، بيبتوستربتوكوكس مايكروس، ايجو بكتيريا نوديتام، وكامبيلو بكتير ريكتاس. بعدين اليولوش كومبلكس فيها ستربتوكوكس بانواعها، وبعدين الجرين كومبلكس، الاكينيلا كورودنس، والاجريجيتي بكتر اكتوميسيتم كوميتانس. وهذه من الاشياء اللي يستغربها الناس كثير، يقول لك ليش يا دكتور ما هي مشهوره ومعروفه اوكي هي موجوده بالذات في نوع خاص اللي هو نوع اللي هو الاجريسيف او اللي هو سميناها الانسان المورال باترن في 2017، لكن في البرودنتاتريس العادي اللي هو بشكل كبير اللي هو المنتشر غالبا ما تلاقيهاش، بتلاقيها غالبا موجوده الانواع اللي هي في الريد كومبلكس والجرين كومبلكس. وللعلم الاي اي كانت قبل فتره مش مصنفه اصلا. زي ما احنا شايفين هنا قدامنا، شايفين الهرم هذا في المنطقة الحمراء، زي ما قلنا هذه المنطقة اللي فيها مترافقة مع البيوفيل ماتوريشن او البلاك ماتوريشن بداية منطقة السبجنجفال باثوجينز، مكتوب الانواع زي ما انتم شايفين، وهذه الحاجات اللي هي الريكولنايزرز اللي قلنا عادة تترافق مع بداية تكون البلاك او في حالة الجنجفال هيلث، موجودة كمان احنا شايفينها قدامنا، حتى في ازرق في باربل بس هذه اقل يعني اقل اهمية. احنا شايفين قدامنا الدائرة الحمراء داخل الثلاث انواع هذا، والدائرة البرتقالية اللي فيها الانواع اللي بعدها، وثم الدائرة الصفراء والخضراء، وزي ما قلنا الاكتينومايسيز والفي بارفيولا والاودونتولايتيكاس، هذه كلها موجودة في المنطقة الزرقاء، والبنفسجية واللي هي برضه زي ما قلنا من الاشياء اللي هي اقل ريسك واقل اهمية. اذا زي ما قلنا هذا اللي تكلمنا عليه هي الليت كولونايزرز اللي موجوده عاده، كل ما ازدادت كميه البلاك كل ما كان اكثر مترافق مع البريدونتال ديسيز، هي تعتبر لها علاقه قويه بالبوك ديبث وبالذات في السبجنجفال اريا. هذا الريت كومبلكس طبعا هي العلاقه الاقوى واللي تظهر مع البريدونتال ديسيز. الاورنج هي اللي بعدها مباشره وتحصلها في السبجنجفال بلاك، وزي ما قلنا برضو تترافق مع البوك ديبث بشكل لكن بشكل اقل مع حكاية الريد. اما البربل والجرين واليلو هذه عادة نحصلها، يمكن نحصلها في البوكت، لكن ما تترافقش مع اعراض قوية للبردونتال ديسيز، واحيانا كثير تكون موجودة في حالات البردونتال هيلث العادية.
اذا مهمه من النقاط المهمه جدا وافكار مهمه جدا ان احنا لازم ناخذ الهيستوري لكل مريض بشكل قوي جدا بشكل حذر جدا على اساس نشوف كل الريسك فاكتورز اللي موجوده نحطها في دماغنا. لازم نفكر دائما في حكايه الريسك اسسمنت لانه لو عالجت فقط من غير ما تستثني علامه الريسك او الريسك فاكتورز او الريسك ديترمينانس بتحصل ان علاجك ما فيش استفاده ما فيش فائده عاليه جدا من الموضوع او من علاجك اللي انت شغال عليه. حبينا نتكلم بس كنقاط اخيره في حاجه نسميها الكوميونتي بريدنتال اندكس اوف تريتمنت نيد، اتكلمنا عليه في محاضره الابيدمولوجي اوف بريدنتال ديزيزز. هذا اختصار يسموه كابيتن اختصاره، هذا عاده ثاني يخلينا نعمل اكزامينيشن لجماعه كبيره وبعدين نحدد الريسك ايش نعمل من تريتمنت ونتخلص كمان من الريسك فاكتورز. طبعا السكورنج اللي عندي في عندنا سكورنجز، بعدين في عندي تقسيم ثاني للتريتمنت، يعني الجدول اللي فوق الاول هذا تشوفوه السكورنج وفقا اللي ما عندي، وبعدين الثاني اللي هو الجدول اللي تحت هذا بعدين ايش بحتاج. السكور زيرو هذا يقول لك ما عندوش اي بوكيت اقل من 3.5، اقل من 3.5 يعني 3.2.1، ما عندوش كالكولاس، ما عندوش اوفر هانج ريستريشنز، ما عندوش امروبنج. حتى لما اجي احط اللي هو الباند اللي هو العفو اللي هو البروب اللي هو دبليو اتش او، البلاك باند حق الدبليو اتش او هذا ما تشوفش حق البلاك باند، معناته انه ما دخلش اكثر من 3 ملي، معناته اشوفه بالكامل ما فيش عنده بوكيت اقل من 3 ملي. هذا البلاك باند هذا عشان يوري لك انه البوكيت اقل من 3 ملي. الثاني رقم واحد اللي هو سكور واحد نفس الكلام، ما فيش بوكيت 3.5، ما فيش كالكوس، ما فيش اوفر هانج، بس في امبروبنج برضه لازال بلاك هاند البلاك باند واضح بالكامل. اذا في التهاب اللثه من غير ما يكون عندي ريسك فاكتورز. الاثنين انه ما فيش برضه البوكيت لازال اقل من 3.5. طبعا في بس في سوبرا اند سب جنجيفال كالكولاس وفي اوفر هانج، يعني في ريسك فاكتورز لوكال هنا. فالبلاك باند لازال واضح ما عنديش بوكيت عالي. البروبك دب فيها ثلاثة من 3.5 إلى 5.5، يعني إيش معناها إنه عندي في بوكيت بس البوكيت لازال مايلد. وزي ما شايفين لسه البلاك باند اللي تكلمنا عليه في البردونتال بروب ال WHO بس ما انغمرش بالكامل، معناته إنه ما عداش 5.5، لكن لما ينغمر بالكامل ويعدي 5.5 6 ما فوق فهذا معناته إنه بيكون 4، ولما نعمل ستار معناته انه فركشن انفولفمنت. طب وفقا للسكورات هذه ايش العلاج؟ واحد ما يحتاجش اي حاجه، ما يحتاجش نعمل له اي شيء تريتمنت لانه ما عندوش اي شيء، العفو زيرو زيرو، العفو زيرو. اما واحد فالاورال هايجين انستراكشنز هو ما عندوش اي لوكال فاكتورز بس عنده التهاب، ممكن تكون هرمونال تشينجز، ممكن اي شيء، ممكن بلاك فقط، اذا يحتاج ان احنا نعمل اورال هايجين انستراكشنز. نعمل له اورال هايجين انستراكشنز. اثنين احنا زي ما قلنا في سوبرا جينجيفال سب جينجيفال كلاس وفي اوفر هانج، اذا احتاج في اثنين ان اشيل هذه البلاك ريتنت فاكتورز، اشيل بلاك والكالكولاس واشيل واصلح الاوفر هانج. ثلاثه لو ركزتم انه في عندي هنا بروب يعني في معي بوكت ديبث شويه لحد 5.5، ففي ثلاثه هنا احتاج ان اعمل اورال هايجين كمان زي ما احنا متفقين، واعمل سكيلينج وروت بلينينج محترم. اما اربعه طالما البوكت ديبث اكثر من 5.5 فخلاص معناه انه الموضوع هنا داخل على كومبلكس تريتمنت، واحول الاخصائي علشان يعمل لي ايش؟ عشان يعمل لي سيرجري. واذا كان برضه في عندها فركيشن نفس الكلام. طيب اذا اكوردنج لهذا الكلام بريدنتال تريتمنت اسسمنت يقسم بهذه الطريقه، الكومبلكسيتي الحالات اللي هي كومبلكسيتي 1 هذه اللي هي من سكور لواحد لثلاثة، الكلام اللي تكلمنا عليه في اي سكستنت بيعمل اورال هايجين ونشيل بس ريبيتد فاكتورز وروت ديفرايدمنت، وهذا طبعا ممكن تعالج بالدنتست العادي. الكومبلكس الحالة الكومبلكسيتي 2 هذه اللي فيها اربعة في اي مكان، هذه يحتاج سيرجري، وطبعا هذه اما لو الجي بي عنده قدرة يمكن يعالجها او يعمل ريفيرد. اما الكومبلكس 3 اللي هي زي ما قلنا اللي هي اقل الادفانس بريدنتال سيرجري او فوركيشن، فهذه تحتاج حاجات متقدمه، ممكن نحتاج امبلانت، ممكن نحتاج حاجات زي كذا، فهذه خلاص غالبا الحالات لازم تعمل لها ريفير. اذا ايش الحالات اللي بتخلي الامور تكون اكثر تعقدا مور كومبليكيتد بالذات في سكور 4؟ هذه غالبا لما يكون المريض تحت 35. هاي دكتور 35 حلو وعضو شباب، ايوه، بس لما يكون عنده بريدونتال ديسيز بالعمر هذا تحت العمر 35 معناته انه هذه حاله ادفانس، حاله اجريسيف. طيب ايش كمان؟ انه يكون مدخن اكثر من 10 سجائر يوميا،
هذه برضه من الحالات الادفانس يعتبر، يعني انه هذا يعتبر سموكر، لان تحت 10 سجائر يعتبروه ما يعتبر سموكر او شيء خفيف، لكن بعد يعتبر سموكر. انه عنده مشكله ميديكال زي ما قلنا الديابيتس ان كنترول مثلا، وانه المشكله الروت برضه بشكله في مشكله، يا اما مثلا شورت في ريزوبشن او اي حاجه بياثر على البروجنوسز، وانه في عندي رابط بيريودونتال بريك داون. يعني انت قاعد تقول له، يقول لك يا دكتور كان قبل سنه سنتين ما عنديش اي مشكله، فجاه في السنتين الاخرتين انهيار، تيجي تشوف انت وانه مثلا حصل له بوكتينج 3 4 ملي، اكثر من 2 ملي، 5 3 4 في خلال سنه او اقل، فهذه معناته ان حاله عندها سيفير او هاي ريسك للايش، للبيريودونتال ديزيزز. اذا مع هذه الشريحه نكون انهينا هذه المحاضره، محاضره الريسك اسيسمنت. لو ركزت انا اخترت هذه الصوره لانهاء المحاضره، هذه شركه اختراع رهيب جدا عملته احدى شركات السجائر، فعامل السجائر فتحه في منطقه الفم، وقف وفتحه، وعامل السجائر كانها اسنان، فانت كل ما سحبت سيجاره كل ما فقدت سن، لحد لما تخلص السجائر كلها تخلص اسنانك. يوريك هذا، يورسك يعني رساله قويه جدا، كيف يعني انه كيف السجائر هذه ممكن تاثر على لثتك، وممكن تؤديك انك تفقد اسنانك بالكامل. اخذنا هنا هذه المحاضره، نتمنى ان نكون وفقنا في تقديم الفائده ان شاء الله، ونلتقي في محاضره قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.